سعادة والعوايد دونك محمد سيف الدين والعرس. دونك محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال. دونك باش نأمن لكم كل ما عنده علاقه بالتسيرات الميزانيين اكيد باش يخرجنا في احسن حله في فيديوهاتنا اللي تنجموا تتفرجوا في كل البرامج الحياه فام على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تلقاو الحياه فام تلقاوها على الفيسبوك على انستغرام شين يوتيوب دونك والتيك توك كيف كيف. دونك مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا. دونك كالعاده والعوايد معايا الاسره مع الأسرة نحكيو إفكتيفمون وعندهم ما يحكيو اليوم. واليوم عنا جديد معانا على خاطر تلتحق بينا كرونيكوزة مزيانة جميلة الجميلات دونك نور تونسي. مرحبا نور. عسلامة مرحبا بكم نسكر. مرحبا بك نور. دونك اليوم ما اول نهار معانا دونك وان شاء الله تتعدى حصة ممتازة. اكيد جبت لنا جديد معاك. جبت تري بيان فوالا. دونك محمد اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. لاباس عليكم؟ والله الحمد لله صحتك بخير. الحمد لله. الرياضة بخير؟ سافا الحمد لله. كلهم لاباس. يا بي تري بيان بارفي. وكرشك لاباس؟ وربي ينقذ. والله باش ما نكذبش احساس بالجوع سافا مع الاخر. على الاخر فوالا هاي فيك نسيبي الله يهديه وكا وديجا يسمع فينا الله يهديه. قولوا له خليونا براينا انا جاي. هاي بايتي هذيك تفضلكم. نجنج اهلا وسهلا. مرحبا يا سونيا. مرحبا بك سلطان القانون. شو هي سلطان القانون؟ مرحبا بكم. مرحبا بالليكيب تكنيك نتاعنا. مرحبا بالولاد بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله كالعاده موضوعنا يشد انتباههم يشاركوا معنا ونكونوا خفاف ظل عليهم ونعطيهم المعلومه. اكيد وللاسف اليوم تتحقش بينا رنيم. دونك رنوش ايقونه الحياه. دونك ان شاء الله بلطف عليها وان شاء الله ان شاء الله نلقاوها غدوه معنا بقدره الاله. دونك افكتيفمون دونك اليوم البلاتو كمان معناها ما شاء الله دونك فيه الإناث فيه الذكور هذاك علاش شوشيو توت سويت لفقرتنا أعطيني وذاك مع محمد القصرة واش نكتشفوا مع بعضنا موعوضوا نحكيو أعطيني وذنك. كتاباتي تجعلني أسوأ لأننا شعب السياد نناقش ونحلل من دون إفادة لأن مرة واحدة لا تكفي فقد عشقنا التكرار والإعادة عشقنا التخلف وبالدين مصالحنا فيه نحلل وعلى احتياجاتنا نحرف. أتعرفون لماذا؟ لأننا شعب السيادة نناقش ونحلل من دون إفادة. هذا شو سمعت بالعربية لشعر محمد قصراوي ذيك علاش ونقولها بالفلاجي وإن شاء الله تفهم المعاني. وصيتك يبي هاي في بالي بالعدل ورثة إخواتي لثلث الأربع ولا يهز سوالي مش فخرة لكن لهذا عليه رباني. أي شرايك نحكي لك حكاية في بلاد القانون. في بلاد يعرفوا الدين كان في الورثة والفلوس تو تعبي بيهم حاجة كي تضيق وقبرك مبوس. ليه عاد نفدلك ما نحبكش من كلمي منبوس. أوف تيش دخلني أنا نرجع نقرأ كتابي. نحن من ميزنا أنفسنا بالجنس عشقنا الجهل إلى الأبد حين قالوا المرأة مجرد جسد. أتعرفون لماذا؟ لأننا شعب السيادة نناقش ونحلل من دون إفادة. نحن مسلمون للقرآن تقديس لكن سرنا وراء القديس وأجسادنا بالوشوم وقرون إبليس. اخترنا المساواة نعرفها كان قانون. غمضت عيني كعشقت لين بيتي بعد ما زرق لها عينيها ومكلت ريحها وقالت ما نشكيش بمولا بيتي. برافو برافو محمد خسراوي برافو. نظفروا بنون ما نعرفش. دونك برافو. هذه هي فقرتنا اعطيني وذنك مع محمد قصراوي. اعطيني وذنك هذه نتاع جينجل عرفت. دونك يجنجل يجنجل محمد قصراوي ما بين الشاعر محمد. عجبتني هذايا قصيده الشاعر محمد قصراوي. باهي اهلا بك سيد الشاعر. والله سي محمد كالعاده ديما متالق ما نشكرش روحي برشا ماك تعرف الناس البروف. بدلوا الموضوع اللي نحكيو عن الجلسيه المره الجايه. دونك فريمون برافو جنجيله محلاها. دونك تناسق زاد حتى عرفتك المشيه ما بين اللغه هذه ولا اي معناها متناسق ما تقولش عليك ما بدلتش اون فان كونت على خاطر معناها المعنى وصل معناها بو امبورت اللهجه اللي استعملتها ولا
ولا العربية اللي استعملتها دونك المعنى وصل. دونك برافو يعطيك الصحة. دونك فوالا هايلة. إن شاء الله تطلع مدام سيدة دونك تسمع فينا على خاطر في الحلقة اللي إفكتيفمون اللي فاتتها وقتها وأنت خدمت بنفس الطريقة بريسك هكا السلام لكن هي ما سمعتوش. دونك إن شاء الله اليوم تكون في الاستماع تسمع السلام نتاعك. دونك فوالا هذا هو دونك فقرتنا عطيني وذنك السلام تاع محمد القصراوي اللي بي هو نفهمه اللي موضوع حصتنا اليوم هو المساواة بين الجنسين. اليوم في بلادنا في المجتمع اللي نحن ديما نحكي عليه ونقول عليه في عقليته هو مجتمع ذكوري، ولكن الدولة التونسية اشتغلت بارشة على المساواة بين الجنسين، اشتغلت عليه في القانون، اشتغلت عليه في الحقوق في الواجبات، اشتغلت عليه حتى في المناهج التعليمية. دونك مبدأ المساواة بين الإناث والذكور داخل الفصل وخارج الفصل، حكيت على المساواة بين الجنسين في كل ما عنده علاقة بالتشغيل، بالحق في إيداع المشاريع، في الفلاحة، في الاقتصاد بصفة عامة، في الشؤون الاجتماعية كيف كيف. اليوم نحكي على المساواة بين الجنسين، اليوم نحكي وزادة على التربية الوالدية وما أدرك ما التربية الوالدية اللي هي ترتكز على المساواة بين الجنسين، كيف ما تربي الطفلة تربي الطفل فما خصوصيات معينة صحيح استثنائية ولكن في أغلب الأحيان نحكي على المساواة. وفما شكون يقولك ليه راهو المساواة وحدها راهي ما تنجمش تكون موجودة على خاطر فما حاجة اسمها العدالة. دوك المساواة والعدالة يمشي وزوزا براري تنجمش تهز تنحي هذا برابور على الآخر. فما زيدا شكون يقولك نحن شعب تونسي ديننا الإسلام دونك لا راهو لا مجال إلى معناها إلى معناها فرض عقلية المساواة بين الجنسين راهي ما تصيرش. إخي أبخيتو قولك النساء ناقصات عقلا ودين. دو كيف ما حكي قبيلة محمد قصراوي في السلام نعرفو الدين كان في قسمة الورثة ولا في تقسيم الفلوس، لكن في حاجة أخرى وقتها تولي مجتمع ذكوري وقتها ما عادش ذي يعني الرجل تولي عقلية الرجال وقوامون عن النساء. دوك لهنا برشة زوايا وبرشة مجالات كان ناخذوها جست المصالح بتاع مساواة بين الجنسين نجمو نقعد نخوضوا فيه من هنا تدخى عشرات أو ألاف السنين. يعني هي كيفها كيف مسألة الصراع بين الأجيال مساواة بين الجنسين، معناها حاجة باش تقعد أبدية أزلية مش بشتوفة ديما باش نقعد ديما مطرح جدال وموضوع نتناقشوا فيه وكل واحد يعطي فيه وجهة النظر متاعه. نجمش المساواة بين الجنسين، المساواة بين الجنسين أو بين القانوني والواقع هذا اللي مش نطرحوه الليلة ومش نحاول نوصلوه على خاطر الناحية القانونية تقول لك شيء وتهزك الشيء لكن الواقع متاعنا والمجتمع متاعنا يهزك الوجهة أخرى. صحيح عنا المجتمع التونسي فينا برشا ناس تؤمن بالمساواة بين الجنسين وتدافع عليها وتطلب بها، لكن في نفس الوقت نلقى قسم آخر اللي في ممارسته اليومية حتى كي يحكي يقول لك إيه ويمشي معاك معناها في 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 دعم الموضوع كموضوع لكن جيه هو تهبط على عرض الواقع وتشوف التصرفات والأفعال تلقاه لا تلقاه الجندرة تلقاه ما فماش مساواة ما يؤمنش حقيقة بالمساواة وما يطبقهاش بالمساواة. فما اللي ياخو كما قلت انت على اساس الخصوصيه لكل من الجنسين، فما خصوصيه متفرده للطفله والطفل للراجل للمراه صحيح احنا نراعي الخصوصيه ذيك، لكن محلاك يتعاملني بمساواه مع مراعاه خصوصيتي وخصوصيتك نجم نعيشو. وفما ناس اخرين يقول لك لا العدل اساس الملك دونك احنا نخدم بالعدل مش بالمساواة، خاطر المساواة مصطلح مش صحيح وما يعطيش معناها المجتمع التوازن الصحيح متاعو. فما قسم ثالث اللي يأخذ ظواهر الأشياء ويقول لك ليه احنا الرجال قوامون على النساء للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجل راجل يا خويا والمرأة مرأة وتربينا كيكا وعشنا كيكا وتعلمنا كيكا وجدود جدودنا وبيتنا وماتنا راهم جذورنا نخدم جذورنا وأصولنا تقول لك الرجل راجل والمرأة مرأة. فوالا افكتيفمون محمد وانت تكتب في السلام على المساواة شنو جاي لبالك باش نجم افكتيفمون تصيغ السلام هذايا الكل وتكتبو وتفسرنا به وين نحب نوصلو. أكثر حاجة ركزت عليها هي حكاية الورثة. علاش؟ خاطر الراجل بالنسبة لمرته يحبها تقسم بالقانون وبالنسبة لأخته يحب يقسمها بالدين. داكوغ. باش هو ياخذ أكثر منه ومن
واضح. بالنسبة للفرق مسيش خليهم بعد التعليق يلا نسمعوك محمد. بالنسبة للفرق بين العدل والمساواة خاطر حبيت نعطي شنو الفرق ما بيناتهم. اي بيان سور. العدل مثلا ناخذوا كمثال انا محمد توا جيعان وبحذي مثلا زوز مثلا شبعاني كيف انا ونجله مثلا مثلا صحيت اللي كل... هو في الاصل لا ما مشتاش نعملوا روحنا شبعاني كل واحد بجلوك انت خاطر سي عمل لنا مسكين دمار شامل انا جوعت جوعت ويا مشاش السماح بدل الموضوع في السبور ليه سفر خلينا في الجوع بحذية زوز شبعانين حاطين الماكلة كل واحد باش ياخذ قد قد في الماكلة هذيك بار كونتر هما شبعانين وانا جيعان فهمتني هذه بالنسبة للعدل في المساواة باش ناخذ انا لبقي الكل باش نوليو الكل كيف كيف باش نوليو ثلاثة شبعانين مش واحد شبعان شوية وزوز الاخرين سي بون شبعانين على الاخر اكثر حتى من الطاقة فهمتوا المقصود ولا يعني نزيد نفسر سهل انك تحقق المساواه اما صعيب انك تحقق العداله فوالا ايفيكتيفمون هذا هو ايفيكتيفمون باش نتساويو بتاتر كيف كيف اما باش تكون عادل ما بيناتنا على شنو باش ترتكز هذا هو ايفيكتيفمون دونك هذا هو فين الكلام بقيت الكلام هذا فوالا فوالا المهم وصل الميساج هذا فوالا نو تحب تعلق ولا نجلا تفضل محمد قلت يحب الراجل اختي تقسم على اساس القانون وقت اللي يجي هو لا مرته مع القانون اي مرته على القانون وهو في خويته مع الشريعه احنا رانا القانون الميراث التونسي يرتكز على الشريعه الاسلاميه راه مازال ما تغيرش ما تنقحش ما تبدلش لتوا مازلنا رانا لذكر يمثل هذا الانثيين لا هو اقصد بنعش صلحني محمد بدات انا شنو فهمت انا فهمت معناه هو في عقليته مش غيالمون اللي شنو عندنا موجود كقانون او في شنو نستعمله هو قل في عقليته هو ماذا بيه لو كان في مخه يقسم عمرته بشتر اما اخته مسيش طبق عليها الدين في مخه اما مش اللي شنو الموجود اليوم ما وعليش خاطر فهم هو تطرح كمشروع قانون هو المساواة في الميراث في القانون التونسي مع الباجي قايد السبسي لكن هذا المشروع ما مرش الى انه يتحول الى قانون مازلنا القانون نتاع المواريث كما هو هذه الاصلاح دونك هو مقترح وقعد حد مقترح ولكن لم يقع التصويت عليه او تحيينه او اخذه بعين الاعتبار اوكي نون بس انا كيف نسمع مساواة بين الجنسين اول حاجه تجي لبالي تكافؤ الفرص باه لازم نوصلوا لك النقطه نتاع ولينا نحقوا نفس الفرص اللي نعطيهم للراجل في اي مجال لازم تاخوهم للمراه ما نفرقوش ما نقولوش هذيك راجل هذيك مراه هو يعمل هي ما تعملش اي تصنيف مازلنا توا نميزوا الكل ومازلنا نخزروا المراه كغزره دونيه واحنا ناسين اللي هي قبل كل شيء بشر انسان ولازم احترام الذات البشريه اهم حاجه معناها سواء راجل والا امراه راهو نحكيو على الانسان في العموم مانيش باش نقعدو نصنفو هذا راجل وهذه امراه ولكن اليوم في مجتمعنا نون دوك تربيجه نون نعرفوا اسمها نور نحن نقولوا نون مش يشقوش بها تنطق هكا هذه ناقصه في النطق انا عديده هنا دوك نو شو تعديناها قلنا تربيجه هي نون به دونك اليوم اللي المعمول به هو شنو يقول لك هذه خدمه هذه خدمه من نجمها كان راجل لا كيفاش مراه تسوق خدمه رجال هذه شي مراه تبني ولا تخدم صنعه نتاع بني ولا تسوق كار ولا تسوق مترو ولا تسوق ترين وش بيك هذه خدمه مجعوله للرجال انسى ماذا بينا اكثريتهم يكونوا في الدار ولا يخدموا حاجات اداريه تاع قد جرمهم قد البنيه الجسديه نتاعهم قد المهارات نتاعهم من نجمش يقول لك هي امراه ما تنجمش تهز حاجات رزان كيف ما الميزان اللي نجم يهزو الراجل يقول لك لهنا ما تنجمش تكون تطبق عليه المساواه ما تنجمش كيف يقول لك اليوم نحن سنسنا بالادوار النمطيه اللي هو المراه بلاصتها في الدار في الكوجينه والراجل هو القاضي عليه في الشارع اليوم لو كان نعكس كيفاه راجل في طيب في الكوجينه اش معناها راجل في الكوجينه ويطيب ومرته وين وكيفاش مرته تخلي هذيك مالا مرته على خاطر تحكم فيه هو ضعيف الشخصيه وهو ندرى شنو دونك لهنا عندنا كمان معتقدات نتاعنا موروثه تورثناها على صورة الرجل ومكانته فين في المجتمع وصورة المرأة ومكانتها فين في المجتمع دوك جين بعد فجأة تقول ليه راهو سيتغير على خاطر لازمنا نطبقوا مبدأ المساواة اسكو اليوم نقبلوها ناخذوها بعين الاعتبار غيالمون اليوم قاعدين نتعاملوا بها باش نحاولوا نحسنوا بتدخل نقدموا
وكان نحكي وعلى نحسنه شنو باش نحسنه بالضبط، شنو الغاية منها؟ هي المساواة بين الجنسين نجد هي راهي المساواة أو التوجه نحو المساواة بين الجنسين راهو بدا من وقت اللي تأسست الدولة التونسية الحديثة نوعا ما اللي هي مع بعد الاستقلال. بدا التوجه هذيك وخذات تونس المسار هذيك وبدات فيه تدريجيا مش بقوة مع مراعاة خصوصية المجتمع التونسي بالطبيعة وقعدت ماشية وتتطور وفين ظهرت بالباهي في المجال التعليم. أيوة. نلقاو التعليم اللي يشمل البنات والأولاد اللي يوصل للجامعة نساء والرجال بلغة أخرى. فوالا. دونك كان أكبر تمظهر للمساواة في تونس هو التعليم. فوالا. اللي بين اللي الناس الكل ولا تحب صغارها تقرأ ولا يحب بنته ولده يقرأ وإلى غير ذلك وفي الخدمة كيف كيف رغم الصعوبات بين قوسين اللي كانت تلقاها المرأة كي تمشي تتقدم العمل مش بسهل مش بدل عقلية كانت كي نهبتوا على مستوى التطبيقي نلقاو الصعوبات على مستوى العمل ستسعاد دولة من خلال سياستها إلى تضليل تلك الصعوبات خاصة في الوظائف العمومية إلى إدماج المرأة وقبول المرأة في وظائف مختلفة وإحنا ما ننكروش اللي راهي أول سائقة طائرة تونسية وأول سائقة باخرة تونسية وأول سائقة مترو تونسية في العالم العربي معناها كنا رائدات حقيقة في مجال هذا مجالات هي رجالية بالنسبة لهم الكل لكن كانت فيها اليوم حتى على الصعيد العالمي اللي في النازا أول امرأة تونسية تطلع مع النازا معناها في المركب الفضائي. إذن نحن سباقات مستوى الرياضي على المستوى العلمي لكن قعدنا في المجتمع متاعنا النظرة النمطية نتاع كما قلت انت المرأة تخدم فرملية ولا معلمة ولا لطيفة ولا موظفة ولا خدمة لطيفة نظيفة على قدها في تعاملها ما تنجمش تخدم ميكانسيان ما تنجمش تخدم تكنيسيان سوبيريور في الميكانيك ما تنجمش تخدم في الحام اليوم نحن حتى شعبة الشعبة علوم التقنية التكنيك فوالا دوك تلقى فيها لو نسبة الأولاد أكثر من نسبة البنات إيه لكن لكن لهنا نلقاو اللي رغم اللي احنا ندزو باش نقدمو وديما ندورو نرجعو نقطتنا نتاع المساواة والعدل الفرق ما بيناتهم خاطر واقعيا كي نمشيو المعمل معين ما كان المعمل هذاك هو فيه ماكينات ساعات الماكينات يكونوا في الفوق في علو كبير 4 و5 متر الفوق يلزم قوة وكتلة جسمية وعضلية معتبرة باش ينجم يفتق ويهبط يقول لك أنا ما يساعدنيش نخدم امرأة أنت بنتي باش تطلع 4 و5 متر باش تهبط لي أنا موتور تحل وتهبط عقليتنا زادة نحن على خاطر الدين زادة عمل مكانة معينة للمرأة المرأة مكانتها مش متاع التعب ومتاع المرأة معناها تكون معناها في الدار تكون مهزوزة على على كفوف الراحة. الراحة ليش كلمة رجال وقوامون على النساء رانيانا نحبها أيوة. راهي القوامة باهية القوامة راهي تكليف أكثر من كونها تشريف للرجل راهي أيوة. احنا القراء واش نقولوا ناخو راجل يقيم بيا أيوة. في درجتنا لا أختي نحب ناخو راجل يقيم بيا يقيم بيا شمعنى معنى هو مش يخدم هو مش يصرف هو مش يجيب هو مش يسعى في الأرض هو مش يعمل كل شيء وأنا ملكة يا خويا في داري مدللة في داري مهللة كل شيء يجيني ليدي زوجي خذ بيدي إلى الجنة لا لا ما ذيك إلى الجنة الله أعلم فما ناس عندها العقلية هذيك تقول لك إيه أنا نحب عندك العقلية هذيك لا ما عنديش اما القوامة كون الراجل عادش فما توا المرأة عندها العقلية هذيك لا لا برشا برشا مازالوا برشا نسبة قليلة لا نلاحظ انه توا المرأة تحب تولي كيف بلاصتها وتثبت حضورها وتثبت ذاتها ما عادش تلقى مرأة وتحب تحقق الاستقلالية زادة المالية نتاعها ولا سترونج اندبندنت وومن ايه سترونج اندبندنت وومن ايه اوكي يما نلقاو منا ونلقاو منا نلقاو فما ناس معاه نور دخلت بقوة باللونجلي بنيت عمي وانا كحدي عادي عادي ما حابب كن هابي بيرث داي انا جود باي افقلكم جود باي سترونج اندبندنت وومن عادي سترونج اندبندنت وومن اوكي بي جست نفادلكم سيدة المستمعين مش لحكيو بالعربي محمد بي انا باش نمشي في حاجات كالعاده تو ما حكيت على الماكله تو باش نحكي شويه على السبور الحمد لله نشوف في اقبال كبير متعوده دايما تشوف الاقبال على رياضه المسكولاسيون تشوف اقبال كبير على البنات خاصه طوة. اي تو في الاونه الاخيره دونك يكون عندنا 3 سنين الاخرانيين ولينا نحكي نقول من بعد الكورونا خلينا نقول من بعد الكورونا فوالا احنا في 3 سنين تو ديجا في كورونا معناها 2000 كورونا نحن 2023 محمد مجوع هذاك يلا كم لنا في عام
قاعدين يدخلوا برشا اللي سالات كل شيء. فما جماعه اللي قاعده تشارك في البطولات اكيد باش يتعطوا في تزارق في حرق باش تزيد تنشط اكثر به التزارق هذيك اللي هي يزيد هرمون الذكور بنستنجوا من الحاجه هذه انه ربي خلق بجسد غير مهيئ للحاجات هذيك الهزين رزن ببوا عالي الحاجات كما هذيك هذيك علاش نحن نمشي وكل شيء كل شيء على واحد يلبس على قد قياسه كما يقولوا صحيح وانا معاك افكتيفمون شو ما نعرفش راهو يلزمنا زاد نفهموا اللي فما برشا ناس تؤمن بالمساواة وتؤمن بها كفكرة وفما عبيد ضد تماما تقول لك لا بلاصه المراه سي بلاصه المراه ما تحكي لي حد شيء مهما باش تستغلها قوانين ومهما باش تكون عندها حقوق راني انا ما نجم المراه راها كان في بلاصه معينه كان في مهنه معينه كان في دور معين وفما شكون يقول لك لا راهي كيف حظها كيف حظ اي شخص اخر كان على وجه الارض طنك عندها عقل وعندها مخ وتخمم وتنجم تقرا وتنجم تكافح وتنجم تخرج وتقضي دونك راهي كيفها كيف الرجل ما فماش انقص منه ولا اكثر منه يقول لك دونك انا نهار اللي باش تقول لي راهو الذيا ماهوش دور المراه وقت نقول لك لا سامحني فما مساواة دونك نخدم كيفي كيف ما فماش حاجه اللي باش نجم تفرق ما بيني انا وياها نفس الفرص المحتوى نتاع الخدمه نفس الرزن نفس التوقيت خير. نفس افكتيفمون يقول لك كيف كيف اتقان اكثر اي ونحن كنجيو تشوفوا اليوم حتى على الصعيد العالمي المهن اللي كنا نشوفوا فيهم كان المراه اللي تعملهم اليوم وقت اللي المهن هذوكم دخلت فيها العنصر الرجالي كيف مثلا الطبخ جينيرالمون نحن شكون يطيب في الكوجينه المراه جينيرالمون ذاك باش سنسنا وذاك شرينا توا طباخين توا من اشهر الطباخين الرجال في الخي... في ال... في الموديليست في الايفكتيفمون في التصميم والخياطه زاده من اكبر لي شانيل لي غروند مارك ايتترا راهم رجال كيف كيف في الحلاقه اللي النساء تلقى رجال اللي ماكياج افكتيفمون دونك اللي ماكيجو النساء هما مشهورين اكثر من النساء اللي تماكيج النساء دونك اليوم افكتيفمون فما برشا حاجات تغيرت لكن ديما نحنا نقعدوا العقليه نتاعنا تجبدنا على حسب الجذور نتاعنا وعلى حسب الخلفيه كسواء الاجتماعيه او الدينيه او التربويه اللي تلقيناها هذا هو نجنش هذاك علاش تثمينا لكلامك انت اللي رغم اللي احنا ندزوا رغم سياسه الدوله وي خير مثال اللي انت قلت نجبدوا من الباك جراوند نتاعنا نتاع مخزوننا هذاك اللي تربينا عليه 10000 تونسي اللي نلقاو فيها توحيده بالشيخ كي ندوروا الورقه نتاع 10000 نلقاو المعون يا رسول الله معناها وراء ابو القاسم الشابي نلقاو جسور ونلقاو وراء توحيده بالشيخ اللي هي اول طبيبه نلقاو المعون نلقاو النحاس نتاع قروين مش مشكل يلا سي احمد دونك المايسترو نتاعنا يحضر لنا موسيقى بنين نعملوا بها استراحه نعدلوا نحن افكارنا ونعدلوا موجتنا ومودنا نتاعنا ونرجعوا توت سويت على 93 ما تبدلوش الموجه انا راجعين طبعي بدخل في الموضوع